بلادنا المعمورة. لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. بيوم الجمعة إن شاء الله بيحمل معه كل الخير والبركة لجميع سوريا. عبر الزمن حفرت اسمها بحروف من ذهب بسجلات التاريخ، فعلى هي الأرض مشي الرسل، ومن هون انطلق الحرف الأول وتعرف العالم على النوتة الموسيقية الأولى. هون كان للمرأة عبر الزمن دورة، فكانت الملكة والآلهة والسياسية والفنانة والمبدعة. رغم سنين الحرب الستة يلي مرقت على سوريا، لأنه الإبداع وإثبات وجود السوري بمختلف المجالات والمحافل العربية والدولية بقي بصمته حاضرة ومميزة. يسعد صباحكم مشاهدينا، ويسعد صباحك سالي. يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لكل مين عم بيتابعنا اليوم. حلقتنا مميزة وخاصة عن الإبداع السوري والتفوق السوري يلي كان مكان ثقة بكل مسابقة شارك فيها، ليضل علمنا السوري مرفوع ويأكد للعالم بأننا شعب بيستحق الحياة والإبداع والتفوق. مو غريب عن هي الأرض واللي ما قدر الإرهاب أنه يبطئ نبض التميز بعروق السوريين مهما حاول. حلقتنا خاصة اليوم مع الفريق السوري الفائز بالمرتبة الأولى في أول مسابقة إقليمية بالقانون الدولي الإنساني، واللي نظمتها هي للصليب الأحمر بجامعة القاهرة في أذار الماضي. بس البداية رح تكون مع هالفاصل ومنرجع. مثل ما قلتي سالي ببداية حلقتنا لليوم، نحن حلقتنا خاصة مع فريق سوري تميز وترك بصمته بظل هاي الظروف الصعبة يلي عم نعيشها. فالجامعات السورية عبر تاريخها كانت وما زال خريجة محط إبداع وتمكن وإثبات للنفس. اليوم ضيوفنا هنا فريق طلاب كلية الحقوق الفائزين بالمسابقة الإقليمية بمجال المحاكم السورية للقانون الدولي الإنساني في القاهرة. بدي رحب بضيوفنا. بالبداية بدي رحب بالدكتور أحمد عمر، محاضر بكلية الحقوق بجامعة دمشق، طلاب الدراسات العليا بقسم القانون الدولي بكلية جامعة دمشق، إيهاب كسيبة، هلا ديوب، وآلاء شيخ الحارة، وأيضا بالدكتورة أمل يازجي رئيس قسم القانون الدولي، والدكتورة رنا خروف المستشارة القانونية للبعثة الإقليمية الدولية للصليب الأحمر في سوريا. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير وصباح الإبداع وصباح التميز. بداية نحن رح نحكي مع الدكتور أحمد عمر. أول شيء ألف مبروك على الفوز. يسعد صباحكم جميعا، الله يبارك فيك. شكرا. طبعا بالبداية دكتور خلينا نحكي عن مشاركة سوريا بهي المسابقة. رغم الوقت القصير والضيق كان في تحضير، كان في منافسة، خلينا نحكي بشكل عام عن هيدا الأجواء. أول شيء سعد صباحكم جميعا. ثانيا موضوع المسابقة الإقليمية الأولى اللي جرت بالقاهرة نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. طبعا نحن ما كان الفريق السوري أو فريق جامعة دمشق ما كان بيقدر يشارك بهذا النوع من المسابقات إلا بعد إبرام مذكرة تفاهم ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة دمشق. بعد ما أبرمت هذه المذكرة أصبح بإمكان فريق لجامعة دمشق أن يشارك بمثل هذا النوع من المسابقات. فكنا قدام خيار صعب جدا، انه كان في عندنا فتره زمنيه قصيره جدا. المذكره ابرمت بشهر شباط لعام 2017، والمسابقه كانت في اواخر شهر اذار.
فرغم ضيق الوقت وعلى الرغم من عدم خضوع الفريق السوري أو بشكل عام الجامعات السورية إلى مسابقات وطنية على غرار المسابقات الوطنية التي كانت تجرى في الجامعات الأخرى أو الفرق اللي كانت مشاركة معنا، يعني الفرق البقية اللي كانت مشاركة معنا بالمسابقة كانت خاضعة لمسابقات وطنية، كل فريق طبعا كان في تدريب مسبق، يعني كان في تجهيز له وقدر يشارك بالمسابقة الإقليمية لجرد بالقاهرة، أما الفريق السوري فما كان في مسابقات وطنية أبدا. طبعا بالبداية حطينا خطة عمل أنا والطلاب طبعا بإشراف الدكتورة أمل يازجي وإشراف الدكتور ماهر ملندي عميد كلية الحقوق، بنوجه له تحية أكيد. أكيد أكيد حطينا خطة عمل بدأناها بقسمناها لثلاث مراحل. طبعا على الرغم من انه المقرر القانون الدولي الانساني هو ما هو مقرر الزامي عندنا بالجامعه، فاعتمدنا هو يعتبر من المواد الاختياريه، مواد اختياريه كان بالفتره الحاليه هلا صار الزامي، ولكن انا عم بحكي على الفتره اللي كانوا الطلاب فيها طلاب بالاجازه بالمرحله الاولى ما كان مقرر الزامي بالنسبه لهم. فبدانا العمل بهذا الموضوع، قسمنا خطه العمل لثلاث مراحل. المرحلة الأولى اعتمدنا فيها على دراسة القواعد القانونية الدولية اللي إلها علاقة بموضوع المسابقة، اللي هي اتفاقيات جنيف الإنسانية الأربعة عام 1949، البروتوكولين الملحقين بالاتفاقيات عام 1977، مفهوم النزاعات الدولية المسلحة والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، موضوع مبادئ القانون الدولي الجنائي الجزائي، ميثاق المحكمة الجنائية الدولية بروما والجرائم التي تختص بها المحكمة، اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية السابقة، كمان القواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. طبعا بها بالمجمل هي بتشكل أرضية قانونية نظرية للمرحلة الثانية اللي بدأناها بتطبيق القواعد القانونية اللي درسناها بالمرحلة الأولى على الحالة القانونية اللي كانت موضوع المسابقة. رح نحكي أكثر بالتفصيل دكتور أحمد عن كفاية المراحل اللي تبعتوها، وأكيد رح نحكي كمان مع الدكتورة أمل عن أهمية أنه أصبح القانون الدولي هو قسم خاص، وحنحكي مع الدكتورة رنا عن الميثاق اللي عقدتوه حتى يتم اشتراكنا. ولكن بالبداية بدي أتوجه لطلابنا، طلاب الدراسات العليا اللي بنفتخر فيهم واللي هن خاضوا غمار هي المسابقة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. بدي بلش سؤال موجه لكم، كيف كان تحضيركم النفسي كمان الاستعداد؟ خليني بلش، تفضل إيهاب. نحن كنا يعني من بداية ما تم اختيار الطلاب، يعني أنا وزملائي، يعني كنا على استعداد، يعني نحن في عنا رغبة بداية من وقت اتجهنا لدراسة القانون الدولي بمرحلة الدراسات العليا، في عنا يعني حب لهالاختصاص هذا، أول فرع من فروع القانون. فكان في عنا حماس، يعني نحن انه نثبت كهو كان اختبار للشيء اللي تعلمناه، يعني وكنا يعني مبسوطين كثير، متحمسين انه نحن حنمثل بلدنا بالقاهره، فاكيد يعني حضرنا. مثلتونا خير تمثيل. شكرا لك، يعني هذا واجب. هلا الحقيقه وقت اللي خبرونا انه نحن راح نكون من ضمن الفريق كان عنا ثقة بإمكانياتنا، أكيد كان عنا رغبة بأنه نحن نمثل بلدنا، اعتبرنا بأنه مجرد وجود سوريا ومشاركتها بهي المسابقة هو بحد ذاته تشريف وتكريم للبلد، ومهم جدا بهالوضع اللي عم بتمر فيه البلد، حتى لو نحن ما وصلنا للمركز الأول أو للنهائي. يعني أنا بتذكر وقت اللي اجتمعنا مع الدكتورة أمل والدكتور ماهر، قال الدكتورة أمل أنه أنتوا التزام أداء وليس التزام بنتيجة التزامكم، يعني أنتوا حتى لو ما أخذتوا المركز الأول بكفي أنه أنتوا تطلعوا تمثلوا بلدكم بالصورة الصح من كل النواحي، أخلاقا وسلوكا وعلما من كل النواحي. فالحمد لله نحن حاولنا أنه نلتزم بالأداء وبالنتيجة، ونتيجة التكامل اللي صار بين الفريق الحمد لله قدرنا أنه نحقق هاي النتيجة. هلا بصراحة أول شيء صباح الخير، يعني نحن وقتها خبرونا بهي المسابقة كثير انبسطنا وكثير كنا محمسين لأنه نطلع ونشارك ونجيب إن شاء الله نتيجة منيحة، والحمد لله قدرنا نجيبها، لأنه كنا بحاجة لنقول إنه بعدنا نحن السوريين هون، بعدنا نحن قادرين إنه نفكر، وبعدنا قادرين نطلع الأوائل مثل ما كنا وأحسن. الحرب ما أثرت علينا، الحرب قوتنا، كانت دافع لنا لنتفوق أكثر، لنشتغل على حالنا أكثر، لهيك كنا إنه مرتاحين بهي القصة ومبسوطين إنه نحن بدنا نطلع وبدنا نقول إنه لسانا هون،
شوفونا بعدنا هون وبعدنا قادرين نعمل كل الاشياء اللي لازم نعملها واللي كنا نعملها وحنضل نعملها اكيد ان شاء الله. تمام يعني نحن بنفتخر فيكم، يعني رفع اسم سوريا بالعالي بظل هي الظروف يعني هو شيء بيحقق لنا فرحه كثير كبيره، يمكن بتنسينا احيانا الحرب، بضل عنا تفاؤل، بضل عنا امل انه لسه عنا ابداع مثل ابداعكم. رح ننتقل هلا للدكتوره رنا خاروف المستشاره القانونيه للبعثه لبعثه الصليب الاحمر في دمشق. يسعد صباحك. صباح النور، يسعد اوقاتكم. دكتورة، نحن بحسب رئيسة البعثة يعني تعزيز المناقشات العميقة بين الطلاب هو كان الهدف، كيف لقيتي الطلاب؟ كيف لقيتي المنافسة؟ نحكي شوي بحسب رأيك. بالحقيقة كانت تجربة ناجحة وفريدة جدا، بس هذا شيء طبيعي من تعاون سابق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة سوريا وبين جامعة دمشق والجامعات الأخرى. بالحقيقة مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كونها منظمة إنسانية محايدة مستقلة وغير متحيزة، دعم وتعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وخاصة بالأوساط الأكاديمية، فالأوساط الأكاديمية هي اللي بتخرج الحقوقيين المتخصصين، منهم بيكون في قضاة، منهم بيكون في محامين، أساتذة جامعيين بدورهم بينقلوا المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. هذا القانون الدولي الإنساني هو مجموعة الضوابط اللي من شأنها أن تخفف معاناة ضحايا الحروب من خلال تقييد وسائل الحرب، فبالتالي المعرفة بهذا النوع المتخصص من القانون ويلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عليه دور الوصي، لأنه هي اللي ساهمت بإنشاء اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بسوريا. تعتبر سوريا هي من أهم عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظراً لجسامة نحن الآن نتجه إلى بار النفط في مناطق سيطرة الإرهابيين. حلقتنا لهذا الأسبوع نخصصها بالكامل لملف المحروقات المنتجة بطريقة بدائية واسمحوا لنا أن نشارك أمهات الأطفال هناك، ضحايا الحروب، ضحايا غياب الضمير، الدعاء بالشفاء العاجل لأطفالهم. نار أشعلها الطمع وغياب الرقيب، فحرقت أجسادهم الغضة. والتهمت بيوتهم ومواقدهم وقلوب أمهاتهم أيضا. دون وجود رقيب يردع أو آخر يؤمن البديل. خارج العاصمة يأتيكم في الأوقات التالية. نعتذر مشاهدينا عن العطل.
العطل الفني اللي حدث وغيابنا عن الهواء لدقائق طبعا بسبب عطل فني تقني في الكهرباء. يعني نحن بسوريا عادي جدا عادي جدا نحن كنا مستمتعين بالحديث ما حسينا بأي شيء صار. كانت الدكتورة رنا عم تحكي عن تمثيلنا ودور الصليب الأحمر، وبدي أرجع للدكتورة أمل وقول نحن من بداية الحلقة عم نحكي عن القانون الدولي وهذا الفريق اللي فاز بتمثيلنا بالقانون الدولي اليوم. والدكتور أحمد كان عم يحكي قبل شوي وقال إنه قسم القانون الدولي كانت هي مواد تدرس اختيارية، الآن أصبح فيه قسم إلزامي. طبعا هذا الشيء مو من عبث، خلينا نحكي عن هذا التفصيل ونعطي هذا القانون الدولي هذا القسم حقه ولو ببعض الكلمات من حضرتك. يسعد صباحكم ويعطيك العافيه. بالحقيقه انه نحن عم نحكي عن القانون الدولي الانساني اللي هو فرع من فروع القانون الدولي، تمام، واللي بيتميز بطبيعته عن منظومه حقوق الانسان، حتى نحن بس نحط مشاهدينا شوي بالجو وننقلهم لمرحله يمكن عاده ما كثير بيعرفوا عنا، انما هو فرع هام جدا بيضبط سلوك القوات المقاتله وبيرعى حقوق القوات المقاتلة حتى تعرف ترعى حقوق المدنيين. يعني العملية مشبكة وموجودة وقواعد مدروس. قديمة مدروسة، وفي جزء كتير كبير في عليه توافق دولي، معرفته وتطبيقه وإدماجه في التشريعات الوطنية هو سياسة سورية قديمة. خليني أقول أنا نحن بلشنا في جامعة دمشق بداية من بداية 2000، عملنا 3 مؤتمرات متتالية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحد منهم كان عن المحكمة الجنائية الدولية والثاني عن التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وكان بعدين صار عنا على مستوى القطر لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، وعملنا ندوات كثيرة في دورات تدريبية للأساتذة، دورات تدريبية على مستوى القطر في الجامعات الأخرى. كان المدنيين الإعلاميين البرلمانيين الصحفيين الإعلاميين، يعني في كافة المراحل كنا نحاول ننقل هذه المعرفة، لكن بالحقيقة كان في نوع من أنواع خلينا نقول التقصير العلمي إنه ما كانت مادة إلزامية. اليوم نحن عم نشتغل على سياسة لابد أن يصبح مقرر القانون الدولي الإنساني مقرر إلزامي. اليوم أصبح كذلك على مستوى كلية الحقوق في جامعة دمشق. نحن بدنا ننقل إن شاء الله الرغبة بتعديل الخطط الدرسية، بدنا ننقله للكليات الأخرى. لا يتوقف، أنا آسف، لا عم ينعرض صور من مشاركتكم وتابعي حديثك براحتك، عم ينعرض بس صور من مشاركتكم. أوكي. الحقيقة نحن بدنا أنه كلية الإعلام، كلية العلوم السياسية، كل الكليات العلوم الإنسانية يصبح هذا المقرر جزء من مفرداتها في الجامعات الحكومية وفي الجامعات الخاصة. نحن بنتمنى عن طريق هالحضور الجيل ولك والشباب اللي طالع أنه نزيد عدد الخبراء في سوريا وننقل هاي المعرفة، لأنه بالحقيقة لما بيكون واحدنا طالب قانون هو حارس القانون أيضا، ولا يمكن أن يكون حارسا إلا إن عرف وإن كانت التشريعات تسمح له. هو مسيرة طويلة ومعقدة، يعني ما أنا بسيطة إجا هالفوز عطانا هيك دفش دفع أكيد. وطبعا نحن اللفتي الكريمة إنه ينتقل الإبداع والتميز ليس فقط يبقى محصور بالكليات العلمية، ولفتت السيدة أسمع أنه ننتقل للعلوم الإنسانية، هذا يعني الحقيقة هذا حلم لقلنا نحن أساتذة، وتحقق هالحلم بجهودكم وبإبداع الطلاب. أكيد. يعني دكتورة أمل وجميع ضيوفنا الكرام نحن رح نكمل حديثنا، ولكن خلينا نروح لنستحضر لحظة إعلان الفوز النجاح، هذا الشعور اللي ما بيشبه أي لحظة. خلونا مع بعض نتابع لحظات من تسلمكم الجائزة عن المرتبة الأولى.
يعني عن جد لحظة ما بتشبه أي لحظة، لحظة النجاح هي أجمل لحظة بيعيشها الإنسان، بحس الثمرة تبع تعبه يعني زهرت وكبرت. ألف مبروك. رح ننتقل للدكتور أحمد. مثل ما حكينا بالبداية دكتور، حكينا عن المراحل اللي تم تحضيرها وعن القضايا اللي طرحت، شو المراحل اللي كمان كان لها دور وأهمية تم التركيز عليها والمناقشة فيها لتكون عنوان أو لتكون هي الأساس بطرح القضايا اللي حضرتكم طرحتوها؟ تماما. هلا موضوع وقت كنت عم بحكي لك عن موضوع المراحل اللي اتبعها الفريق السوري لحتى قدرنا نخوض بهي التجربه، طبعا نحن اعدينا، طبعا هي حاله المسابقه بس خلينا نشرح شوي، هي تتضمن عباره عن نزاع مسلح حصل في احدى الدول، نزاع مسلح افتراضي، بنتيجه هذا النزاع حصلت مجموعه من الجرائم الدوليه، يتوجب على كل فريق من الفرق المشاركه في هذه المسابقه ان يقوم باثبات حصول هذه الجرائم الدوليه ومسؤوليه رئيس الدوله عنها، هذا من جهة فريق الادعاء، ومن جهة فريق الدفاع يتوجب على هذا الفريق أن ينفي حصول هذه الجرائم وبالتالي أن ينفي مسؤولية الرئيس عنها. فنحن وقت حضرنا بالمرحلة الأولى دراسة القواعد القانونية اللي لها علاقة بموضوع المسابقة، والمرحلة الثانية اللي طبقنا الدراسة النظرية على الواقع الحالة العملية، طبعا هي حالة عملية عبارة عن حوالي 10 صفحات وتحتوي على الكثير من النقاط القانونية الدقيقة جدا، والمرحلة الثالثة هي التدرب على مهارات الترافع والأداء، لأن المرافعات اللي صارت بالمسابقة هي مرافعات شفهية وبتعتمد على قدرة الطالب على طرح الفكرة وطريقة طرح الفكرة اللي كان لها أثر كتير كبير لدى لجنة التحكيم بتقييم أداء كل طالب على حدة. فنحن وقت درسنا هذا الموضوع بخطة العمل في دمشق أعدينا دفاع ادعاء والدفاع مناسبين للموضوع، اعتمدنا بالتقسيم على اولا اعطاء فكره معينه نظريا عن الجريمه، طبقنا القواعد او الاحداثيات او النقاط القانونيه اللي لها علاقه بالقضيه على النموذج القانوني لكل جريمه، وبالتالي انتقلنا لموضوع الحديث عن مسؤوليه الرئيس لهذا مسؤوليه الرئيس الدولي عن هذه الجريمه، طبعا بالاستناد الى قواعد وميثاق المحكمه الجنائيه الدوليه والاجتهادات القضائيه الدوليه للمحاكم الجنائيه الدوليه السابقه. طبعا هي من ناحيه، من ناحيه ثانيه طبعا نحن بالمرافعات بمرحله المسابقه كان يعطى لكل فريق مرحله تقريبا حوالي 40 دقيقه ليبدي ادعاءه او دفاعه. بهي المرحله الفريق الثاني الفريق المواجه، لان مثلا بالمرحله الاولى كنا اول مباراه بيننا وبين الجزائر، فكان الفريق السوري عم يمثل دور الادعاء، الفريق الجزائري كان عم يمثل دور الدفاع، فنحن سمعنا الدفاع تبع الفريق الجزائري ومنسجل بعض النقاط القانونية اللي ممكن بعدين أن نرد عليها، وكانت هي المحورية في إعطاء أي فريق أفضلية على الفريق الآخر. يعني وقت نحن عم نسمع الدفاع تبع الفريق الجزائري كنا عم نسجل بعض النقاط ونطلع نرد عليها، فهون هون 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 الابتكار وهون الإبداع لدى الطالب، أنه قدرته للطالب أنه يستحضر النقطة القانونية اللي سمعها من الفريق الآخر ويقدر يرد عليها بشكل مباشر ويستحضر القاعدة القانونية تماما والاجتهاد القضائي المناسب. فكان الفريق السوري متميز بكافة المراحل، بالمرحلة الأولى والمرحلة نصف النهائي والمرحلة النهائية، بطريقة العرض يعني من الناحية العلمية بطرح المعلومة وبطريقة طرح المعلومة. يعني بس بدك تسمحي لي، تفضلي دكتورة. اللي كان مميز انه القدرة القانونية اللي موجودة عند طلابنا، انه ذات الفعل قدرانين يثبتوا في الادعاء التهم وبالدفاع بطلان هاي التهم تماما. هلا هذا بده قانونية دقيقة. اثنين بده ثقة بالنفس وبده سرعة بديهة، هذا اللي الثلاث عوامل خلال يومين يعني، ومن الضغط النفسي والتعب والإرهاق كل الوقت كان موجود يعني، وهذا الشيء اللي نحن الحقيقة لفت انتباهنا على مستوى الجامعة ووزارة التعليم العالي، وفرحنا الشديد اللي كان البعض ما عم بالبداية ما عم يعرفوا انه شو يعني. أنا دائما بقول عطوا أي محامي قولوا له اعمل ادعاء وأنت كتب الدفاع، بصير بجوز يخربط يقول أنا بوقف بجهة أو تمام. لا هون طلابنا لا عملوا الاثنين هاي هذا معناته هاي الميزة طبعا استيعاب للقانون ونسبية القانون، ضرورة فهم القانون، القانون قانون وضعي إنساني، معناته نحن لازم نفهمه ونتمكن منه حتى نعرف نطبقه صح.
طيب كيف عملتوا؟ تفضلي. خلينا نعرف هيك منكم كيف عملتوا. ممكن اني كمل حديث الدكتوره امل. انه نحن بنفس اليوم كان عندنا مواجهتين، فنحن مثلا طلعنا مع الجزائر ادعاء بقرعه ثانيه مع فريق ثاني، نطلع من الادعاء نفوت على الغرفه بدفاع، فنحن المفروض نهيئ حالنا نفسيا اولا، انه نحن هلا كنا عم ندعي هلا صرنا بدنا ندافع. فهذا الشيء كان صعب شوي. الحمد لله يعني بنرجع بنقول التكامل بين الفريق هو كان الاهم، يعني اي حدا فينا ما اشتغل بشكل فردي، فريق مكمل بعضه تماما. يعني كان في توجيهات الدكتور، الدكتوره امل اكيد، الدكتوره لنا كانت كثير محايده بس قدمت لنا دعم معنوي كثير كبير، يعني نحن بدنا نتشكرها مره ثانيه. فالحمد لله يعني قدرنا نقسم الادوار بين بعض ونؤدي اداء كان كثير تمام. الدكتوره رنا كانت حابه تضيف شيء، تفضلي دكتوره. لاني كنت موجوده وتابعت بالتفاصيل الدقيقه الحاله العلميه والنفسيه والعصبيه فكنت حابه اني اضيف واكد على كل شيء ذكر مهاره البحث العلمي. فكان بعد كل مرافعه يتم مراجعه المصادر القانونية اللي هو اجتهادات المحاكم والقانون الدولي الإنساني العرفي، يلي هن مثلا بعض غير فرق كانت غير قادرة على الإلمام فيه. فالبحث والإلمام بالتفاصيل هذا ميز الفريق السوري. كمان شغلة كتير مهمة بدي أضيفها غير الثقة بالنفس، هو اللطافة والتعامل الرائع بين كل الفرق الثانية. فكمان مرة يعني الفريق السوري أثبت تفوقه وتميزه أنه سوريا ولادة دائما. نعم. بالمهارات. نعم. والكفاءات. يعني هي مو أول فريق نحن نستضيفه خلال هي السنة والسنة الماضية بمجالات متعددة ومتنوعة، كان لهم الفوز وإحراز مراتب أولى، وكل فريق كان يجي كان يقول الملاحظة اللي قالتها الدكتورة رنا. استقبال الفرق الثانية للفريق السوري بالبداية بيكون في دهشة، إنه كيف رح يقدروا يعملوا هيك وهنا جايين من حرب و يتفاجئوا بعدين ببلشوا لا الشباب مستعدين خلينا نستعد لهم، فبتصير هي الحالة. كيف لمستوا هذا الشيء؟ هلا حتى يعني صار في فعلا مثل ما عم تحكي تماما استفسار من باقي الفرق انه شو الآلية اللي عم يتبعها الفريق السوري. كان في اختلاف بين مثلا الاسلوب تبعنا، نحن كنا عم نرافع بهدوء عم نستعرض افكار قانونيه كتحليل اركان الجرائم، نحن عم نخلي كان في لجان تحكيم مؤلفه من كبار قضاة بمصر، فعم يلاحظوا انه الاختلاف انه الافكار عم تكون عباره عن افكار قانونيه، الكلمه اللي لها لزوم تنحكى اللي ما لها لزوم ما بتنحكى. كان باقي الفرق يعني مشكورين عملوا جهود كبيره بس كان في عندهم مثلا سرد كلام ما له اهميه قانونيه كثير، عباره عن استعطاف استعطاف فقط. يعني كان للجنه القضاة مثلا انه عبارات بالادعاء بتستعطفهم لناحيه مثلا سكان المنطقه اللي صارت فيها الانتهاكات، فنحن كنا عم نستعرض افكار قانونيه فقط. وبالتناوب تقسمنا نحن اربع جرائم تقسمناهم علينا، انه بتقوم زميلتي هلا بتحكي بخصوص جريمه، تترك الكلام لآلة، وبعدين آلة تترك لي باخر جريمه او جريمتين، فتقسمنا بشكل متسلسل. يعني التقيت مع احد الاشخاص باحد الفرق بعد ما انتهينا بعد ما فزنا، قال لي انا الفرق كلها عم تتساءل انه شو التكتيك اللي عم يتبعوه الفريق طبعا السوري. هذا سر ضالي اكيد طبعا طبعا اللي يمكن انتم ما عم تفردوا كل رأيكم مره واحده قلت له ممكن في هيك شيء يعني جماعي ميزه تماما العمل الجماعي تعاون اكيد طبيعي. نحن في كثير نواحي من حياتنا بنقصنا مفهوم العمل الجماعي، اول ما نشتغل بعمل جماعي بيكون النجاح حليفنا، هاي هي بس ببساطه. هن اشتغلوا الشباب بعمل جماعي مع مدربون، انه اولا عرفوا هدفهم حددوا انطلقوا بالمعرفه العلميه البناء الاكاديمي اللي كان موجود عندهم بالرغبه بالفوز. دكتورة احيانا الانسجام الفكري بحل القضايا هو بيخلق ابداع، قد ايه كان في انسجام بيناتكم؟ يعني كنا اخوه ما كنا فريق، جد كنا مثل الاخوات، يعني عن جد كان في روح وحده، كان في روح وحده نتعاون سوا، انه مثلا ممكن فكره انا تغيب عن بالي يذكروني فيها زملائي ونفس الشيء. لهيك الحمد لله انه قدرنا نوصل لهون لانه كنا اخوه، ما كنا عم نتنافس بين بعضنا، كان هدفنا واحد وهدفنا مشترك وحاطينه بين عيوننا نحن الكل. لهيك وصلنا للوصول. يعني مثل ما قالت الدكتوره امل اللي قالته اليوم هو خلينا نقول بيروح على كل شيء بحياتنا بشكل عام، حتى بحياتنا
العامة لما بنكون متعاونين، لما بنكون إيد واحدة ما حدا بيقدر يتخطى هاي الإيد الواحدة. ودائما نحن بنقول بسوريا نحن إيد بإيد، طول ما نحن إيد بإيد ما حدا بيقدر يعمل أي شيء أو يخترق أي شيء. رح نكمل حديثنا وخلينا نروح سوا لاستطلاع رأي عن رأي الشارع السوري بهذا الإنجاز وبأبطالنا وبتميز جديد يضاف لسجل التميز السوري. هذا الفوز هو شرف كبير لكلية الحقوق بجامعة دمشق، لأنه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الكلية، وقدرت رغم الظروف ورغم يعني الصعوبات أن يحصل طلابنا على المركز الأول بعد المنافسة مع 7 دول عربية، وأثبت طلابنا السوريين أنهم على قدر المسؤولية وبأنهم متميزين في مجال العلم وفي مجال البحث العلمي. قدروا طلابنا الحقيقة أنه يبيضوا الوجه، أنه يفوزوا بمسابقة على مستوى إقليمي كبير. هذا نجاح قد يكون لنا جهد فيه نحن كلية الحقوق، لكن الجهد الأكبر هو الحقيقة لطلابنا. هني بيستحقوا هذا الشيء، هني أثبتوا عن جدارتهم وهني فعلا المستقبل أمامهم، وشكر كثير لجديتهم. بهنئ سوريا وجامعة دمشق ووزارة التعليم العالي وكلية الحقوق بالذات لحصولهم على هذه المرتبة، طبعا نتيجة جهود كبيرة قاموا بها، فخر لنا جميعا. جامعتنا جامعة قائمة على رأس عملها وتخرج يعني من الطلاب الأوائل، ونحن فخورين جدا جدا اني بمشاركة طلابنا في جامعات أخرى من الدول العربية وحيازتهم على جوائز وتكريمهم. هذا التكريم لأنه هذا التكريم ينعكس إيجابا على جامعة دمشق وإدارة الجامعة وعلى من يقوم بدعم هذه الجامعة التي ما زالت تقوم رغم الظروف التي تحاك ضد سوريا. سوريا الحبيب، فخر أن كمان هن يعني أخذوا المرتبة الأولى، يعني تكريم طلاب الحقوق، وأنا طالب حقوق مفتخر يعني بهذا الشيء. يعني أنا بهنيهم على الشيء اللي سووا، يعني كثير يعني شهود لك ساعدوا ورفعوا من اسم الحقوق أكثر وأكثر. جهلهم التحية واشكرهم كثير كثير لأنه رفعوا راسنا، رفعوا راس كلية الحقوق بدمشق وبكل سوريا. هلأ أكيد الشباب اللي طلعوا على مصر وتفوقوا وأخذوا المركز الأول أكيد هنون زملاء لأننا نحن بنفتخر فيهم، وإن شاء الله نحن أنه بنقدر نتفوق ومثل ما تفوقوا هنين، وهذا إذا دل على شيء بدل أنه رغم الأزمة ورغم الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها بلدنا أنه عنا طلاب قادرين يتفوقوا ويحصلوا على المراتب الأولى. نحن بنفتخر فيهم كتير، هنهم قدوتنا وبنتمنى لهم دائما السعادة والتوفيق، وإن شاء الله بنشوفهم بأعلى المراكز لسه أكتر وأكتر. رغم الأزمة الحالية عم نأخذ مراكز أولى يعني على المستوى الوطن العربي كامل، يعني إن الفخر يعني فيهم لطلاب سوريا أكيد. نفتخر فيهم وشرف كتير كبير إلنا إنه طلاب من بلدنا من سوريا هن نحازوا على المركز الأول. مثل ما تابعنا شهادات لطلاب كلية الحقوق ودكاترة من كلية الحقوق، شهادات افتخار وعز بمشاركة الطلاب وتمثيل سوريا. ورح يكون معنا بعد قليل طبعا رأي الشارع السوري. بدي ارجع لكم، يعني دائما انتم من بداية المسابقة لهلا كنتوا عم تسمعوا تحفيز، عم تسمعوا كتير آراء، حتى الدكاترة طبعا في عنكم تحفيز إضافي، في مسؤولية كبيرة، وبعد الفوز سمعتوا كتير من مبروك و و و هون دكتور أحمد رح نحكي عن هي التجربة قيمتها لما بنقول طلاب دراسات عليا بيشاركوا بجامعات بهيك مسابقات دولية، قيمة هاي المسابقة وأهميتها بالنسبة للطلاب وبالنسبة كمان لكلية دمشق، جامعة دمشق كلية الحقوق. طبعا بداية هذا النوع من المسابقات بيسهم بشكل كتير كبير مثل ما حكيت دكتور رنا بتعزيز المناقشات العميقة بين الطلاب، وفكرة المحاكم الصورية هي فكرة بيحبزها كتير الطلاب لأنه بتقربهم للواقع العملي بشكل أكبر، وبتقربهم للفكرة يعني من خلال تطبيق الفكرة النظرية اللي درسوها عبر تطبيق عملي لإلها. هلأ الفائدة المرجوة من هي التجربة
يعني بداية الطلاب طبعا ما كانوا يقدروا يحققوا هذا النجاح الكبير كتير لولا المعرفة العلمية والكفاءة العلمية الكبيرة اللي بيتمتعوا فيها، وهذا طبعا هذا بيرجع للمستوى العالي بتتمتع فيه الجامعات السورية وبالتحديد أعضاء الهيئة التدريسية. طبعا هذا الفوز بشكل نصر كتير كبير لسوريا خلال هالفترة هي، طبعا بيأكد على أنه سوريا ما زالت قادرة على أن تصدر طاقات علمية متجددة على الرغم من الإرهاب اللي استهدف المؤسسات التعليمية خلال هاي فترة الحرب على سوريا، وبيأكد على انتصار رسالة العلم على رسالة الإرهاب بانتصار الفريق السوري بهيك نوع من المسابقات بظل هاي الفترة اللي عم تخوضها سوريا بالحرب على الإرهاب. نعم دكتورة نانا، رح ننتقل لك. اللجنة الدولية للصليب الأحمر شافت شغف بالمسابقة، يعني أنتو كلجنة دولية للصليب الأحمر متعامل بحيادية باستقلال، بس نحن لاحظنا من الفريق السوري شغف، خلينا نحكي شوي كيف كانت الأجواء. بالحقيقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة إنسانية عمرها أكثر من 150 سنة بسوريا، هي السنة اللجنة بيكون صار لها 50 سنة. دائما كانت تسعى لتعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بس هذا النوع من التمارين من شأنه أنه يضع القانون الدولي الإنساني بشكل ملموس بخدمة المهنيين يلي هن بالأساس طلاب الحقوق. فهي تجربة إلى للجنة تاريخ وباع طويل بإعادة هالتجربة على المستوى الدولي. هي السنة التميز كان أنه أول مسابقة إقليمية نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فكرمال هيك مشاركة السوريين كانت يعني بحد ذاتها رسالة أنه العلم بالقانون الدولي الإنساني هو البوصلة لتخفيف ضحايا النزاعات. طبعاً. يعني دكتورة أمال، دكتور أحمد، ولكل طلابنا، كنا عم نحكي بالبداية لما بيكون التميز سوري فيعني أكيد في بصمة واضحة، هي الرسالة إلى دائماً تقدير بسوريا، مو بس تقدير شعبي وأيضاً تقدير عن جميع المستويات. حظيتوا بمكرمة ولقاء سيدة الياسمين السيدة أسماء الأسد، كيف كان وقع هي الزيارة وهذا التكريم؟ كان رائع جدا. أكيد يعني احنا كنا منتظرين، يعني كان هو مثل فوز كان بالقاهرة ونحن هنا اعتبرناه مثل الإنجاز الكبير، يعني كنتيجة أعطى يعني طعم آخر أو نكهة أخرى لل. احنا حابين نتشكر الحقيقة كلياتنا كفريق وككلية حقوق لسيدة أسماء على هاللفتة الحلوة والمقابلة اللي كانت تكريم لنا وتكريم لهذا النجاح. يعني ما له شيء جديد، هي على طول تهتم بتابع مثل ما بتعرفوا، خاصة أنه أكدت دعمها لأي خطوة أو مشروع ممكن يساهم بتعزيز موضوع القانون الدولي الإنساني وتعزيز المعرفة بهذا الموضوع، فهذا شيء كان كتير مهم، وإن شاء الله رح نحاول قدر الإمكان أنه نستمر بهذا المشروع ورح نكون قد هالمسؤولية إن شاء الله، وأنه نستثمر هذا النجاح لحتى يكون بداية لنجاح أكبر إن شاء الله ودائم. يعني إلا أنه شكرا من كل قلبنا، يعني كثير كان لقاء أكثر من رائع، وهي دايما معروفة أنه بتشجع العلم وبتشجع الطلاب بتوقف جنبهم، عن جد نتشكرها من كل قلبنا، كثير أسرينا بلقاء وكثير انبسطنا وكثير كان له هيك على نفسنا أثر كثير كبيرة. يعني مبروك عليكم الفوز، ومبروك أكثر الأكبر هو اللقاء، قديش حملكم لقاء السيدة الأولى سيدة الياسمين، مسؤولية لنحن نبدع أكثر كثير والله. تماما. نحن بداية من لحظة اختيارنا من كلية الحقوق حملنا مسؤولية نحن أنه نكون أدهى الثقة اللي نعطيناها، ولازم نكون بالتأكيد أدهى الاهتمام اللي منحناه من قبل السيدة الأولى، يعني نحن أنه الاهتمام بالبداية وبالنهاية لازم ان احنا نتابع مثل ما حكت زميلتي هلا انه يكون في متابعة واهتمام، ما نوقف هون، يعني عند لحظة مثلا احنا عملنا انجاز وانتهينا لازم يتم في بناء عليه استثمار توظيف لهالتجربة والخبرة اللي اكتسبناها نحن بالمشاركة بمصر، وان شاء الله نحن يعني عنا رغبة ومستعدين لهالشيء بكل تأكيد. نعم تفضل دكتور. بدي أكد على فكرة بس اللي ذكره الأستاذ إيهاب انه بلقائنا مع السيدة الأولى سيدة الياسمين السيدة أسماء الأسد نحن متشكرة كتير، وهذا فخر كتير كبير لإلي شخصياً ولكلية الحقوق ولجامعة دمشق وللطلاب أن تلتقي فينا، وهذا بدل على درجة العناية اللي عم توليها حضرتها للإنجازات السورية. هي من ناحية، من ناحية تانية هي أكدت بلقاء معنا أنه يجب هذا الإنجاز أن يؤخذ على عين بعين الاعتبار كدرجة
يعني يجب ان لا يكون وريد اللحظه انه هلا الانجاز تم وانتهى وبس وانتهى. الاستمراريه هي تماماً اهم الاستمراري شيء. اكدت على الاستمراريه والديموميه بتفعيل مثل هاي الانجازات، وهي رح تولي موضوع المسابقه الوطنيه اللي حتتفعل بالجمهوريه العربيه السوريه بكافه الكليات الحقوق. هذا هلا اكسكلوسيف تماما رح تتفعل المسابقات الوطنيه، وهي وعدتنا انه رح تولي هذا الامر اهميه كثير كبيره ليكون مشروع مشترك. وذكرت على سبيل المثال هيئه التميز والابداع اللي بدات بالعام 2007 بدات بحوالي 70 طالب. بدات ب 70 طالب تقريبا، اليوم تنتهي بعد 10 سنوات الى 40,000 طالب. فهي الفكره ولدت عندنا حافز اكبر لانه بالفعل هذا مشروع هيئه التميز والابداع يصير في مشروع مماثل له بموضوع المسابقات الوطنيه بمجال القانون الدولي الانساني. نعم دكتور طبعا وال يعني التعويل كله حيكون على الدكتوره امل يازجي هي عضو باللجنه الوطنيه للقانون الدولي الانساني اللي لازم كمان نتشكرها، اللي كان لها دور كثير كبير، وزاره الخارجيه وزاره التعليم العالي اللي كان لهم دور كثير كبير انه نطلع نشارك بهذا النوع بمثل هذا النوع من المسابقات. دكتوره خير حامل لخير طبعا ممثلين، تفضلي. الله يخليكي، شكرا. بالحقيقه ايماننا بمنظومه الحق، إيماننا بالمعرفة، إيماننا بسوريا، كل 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 هالأشكال الجميلة هاي بتدفعنا إنه نقول إنه لابد من تقديم الوسائل. الوسائل هي الحقيقة هي التميز والإبداع في العلوم الإنسانية، والحقوق هو من العلوم الإنسانية. نحن كان عندنا هذا حلم، دائما بيجينا هيك المثابرة والعمل والحظ بالتعاون مع الهيئات الدولية اللي بتردف العلم. جانا هذا الحظ فانطلقنا. شغلنا قديم صحيح على مستوى، نحن مثل ما ذكرت لكم انا قبل شوي، نحن في سوريا مهتمين بالقانون الدولي الانساني، بس بهذا الشكل اللي حصل معنا هاي السنه بتطور عمل اللجنه الوطنيه يلي رجعت عم تشتغل بفعاليه شديده، وان شاء الله عن قريب عندنا يوم اعلامي رح يكون رح نشرح فيه أكثر، رح نتوجه فيه للجميع، رح ناخذ الشريحة الأولى، بدنا نحكي مع وزارة التربية، بعدين لوزارة الإعلام، لوزارة التعليم العالي، كوادر الدبلوماسيين السوريين، للجميع ناخذ هاي المعرفة وننطلق نمأسس نعمل مؤسسة. إذا قدرنا أنه نعمل مؤسسة لنحافظ على الاستمرار طبعا. حتى يكون هاي الخطوة الأولى ونمشي لقدام إذا الله بيريد. أنا بحب ضيف دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كونها عضو مراقب واستشاري باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، هي بتدعم كافة النشاطات اللي من شأنها نشر القانون الدولي الإنساني. فهل تجربة هاي هي جزء من هاي المهمة، وهي على أتم الاستعداد لإمداد كل المعرفة بهذا القانون يلي هو المؤسس لعمله كونه منظمة إنسانية؟ جهودكم مشكورة أكيد، وإن شاء الله الخطوات الثانية بتحمل نجاح أكبر وأكبر. شكرا. أكيد شكرا. سالي نحن رح نستمر بالحديث، وين محطتنا التالية؟ نحن حنروح هلأ لتقرير زميلتنا ميسان حمدان عن الإبداع، خلينا نتابع مع بعض. رغم سنوات الحرب الطويلة والأليمة التي أثقلت كاهل السوريين، إلا أن عجلة الحياة والإبداع لم تتوقف، بل ازدادت الإرادة لدى الشباب السوري على إثبات نفسه في كل المجالات العلمية والثقافية والأدبية. حركة علمية سورية تسارعت خطوات نجاحها فوصل صداها إلى دول العالم، تمثلت بمسابقات الأولمبياد العلمية السورية التي حقق من خلالها الشباب السوري على مدار السنوات الماضية أكثر من 61 جائزة فضية وبرونزية وشهادات تقدير، كان آخرها مع فريق الرياضيات والفيزياء والكيمياء الذي اعتلى منصات التتويج العالمية. منصات عالمية وصل إليها واعتلاها أيضاً الفرق السورية المشاركة في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمية، حيث أحرز أحد هذه الفرق المشاركة المركز الثاني عن مشروع حول إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل. لم تتوقف الإنجازات العالمية على المسابقات العلمية عند هذا الحد، فقد استطاع السوريون عبر شاشة الفن السابع أن يحجزوا مكانا لهم في أهم المهرجانات العربية والعالمية،
ليوصلوا صوت بلدهم بلغة السينما وأبجديتها التي حكت قصص ألم عاشها السوريون. نذكر آخر المشاركات العالمية التي نالت جوائز السينمائيين السوريين: فيلم الأم للمخرج باسل الخطيب الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان بيونغيانغ السينمائي بكوريا الشمالية. الطاقات الشابة وجدت لها منفذاً في تمثيل السينما السورية، حيث فاز فيلم الغيبوبة للمخرج الشاب عمرو علي بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان الفيلم العربي في روتردام. كما نال فيلم رسائل الكرز لمخرجاته سلافة وخرجي جائزة الأرز اللبنانية من المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون في لبنان، وجائزة خاصة من مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، إضافة إلى العديد من الجوائز لفنانين ومخرجين سوريين ومشاركات كان لها صدى عالمي. إنجازات وإبداعات لا يمكن حصرها، فهم من تركوا بصمة إبداعية أينما ذهبوا. على مر السنين تميز السوري في كل الاختصاصات، واليوم ورغم جميع الظروف والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ما زال يسعى الإنسان السوري لكي يكون الأول في كل مكان. يعني مثل ما تابعنا تقرير زميلتنا ميسان عن الإبداع والإنجاز اللي له بصمة السوريين بكل محل، رح ننتقل نرجع للدكتور أحمد. دكتور، طبعا مثل ما بنعرف مثل ما حكينا بالبداية عن المراحل تم طرح قضايا، شو لاحظت في تميز بالتعامل مع القضايا وهل لفت نظرك نوع معين، وشو بتشوف لا 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 يعني للمستقبل بجامعاتنا لبعدين؟ طبعا هلا انا باكد على فكره انه هي التجربه اللي خدناها بالقاهره واللي تكللت بالنجاح بالمرتبه الاولى ما كانت لتصير لولا العمل الجماعي. بالفعل نحن المسابقه اللي خدناها بالقاهره هي كانت جوهر نجاحها واساسها هو العمل الجماعي. يعني انا بدأت بالعمل مع الفريق ببداية شهر آذار، طبعا حطينا خطة عمل مثل ما ذكرت وطرحت للطلاب، قلت لهم أنا رح أعتبر حالي مثلي مثلكم تماما، أي فكرة كانت تطرح للنقاش دائما مطروحة للنقاش، لا تصادر أي فكرة لأي طالب، ودائما كانت مرجعيتنا بهذا الموضوع للدكتورة أمل يازجي. يعني أنا في بعض الأمور ما أدربت فيها تماما، فهي بحكم انشغالها كان في عندها انشغالات بمجالات عمل أخرى، فكانت دائما هي صلة الوصل ما بينه وبين الطلاب، فدائما كنا نتابع بهذا الموضوع وكنا نحط خطة عمل لمدة أسبوع. فدائما أقول للطلاب أنه رح نشتغل بهذا الأسبوع مثلا عن جريمة الإبادة الجماعية، فكل واحد يبحث بهالموضوع هذا، نيجي نعمل اجتماع. تمام، طبعا دائما الاجتماعات تكون متكررة بشكل يومي، مثلا هلا شو اشتغلتي، اشتغلت كذا، إيهاب شو اشتغلت، هلا شو اشتغلتي، فيصير في مناقشات. هاي المناقشات كانت رائعة جدا، يعني ممزوجة، كان العمل على الرغم من أنه عمل فيه جد وفيه تعب كتير كبير، ولكن ممزوج كان بالمتعة وبالفرح، إن كان العمل هون أو العمل بالقاهرة. حتى بيخبرك شغلة أنه حتى يعني المسلسل التدريب الفريق السوري مو بس اقتصر على سوريا، في بالقاهرة كمان، يعني الفريق السوري هو الفريق الوحيد اللي بالقاهرة من بين جميع الفرق المشاركة اللي طلب من جامعة القاهرة أن يفتح قاعة درسية لإله ليقدر يتدرب فيها، بحين أنه الفرق البقية كانت يعني ملتهين بأمور معينة بشكل عادي، تماما كانوا أخذين الموضوع بشكل عادي. نحن كنا دائما بحالة تدريب مستمر متواصل. هي نقطة. النقطة الثانية، كان الفريق السوري هو جامع لجميع الفرق، يعني سوريا عودتنا على أنه هي دائما كانت تلم شمل جميع العرب، يعني حتى هذا الموضوع مو بس على الناحية السياسية، كمان على الناحية الثقافية الطلابية، يعني دائما تشوفي حساسيات مثلا بين فريق وبين فريق آخر، بس يشوفوا الفريق السوري قاعد بمكان، يجي فريق ثاني مثلا الفريق المغربي تلاقي انضم الفريق الجزائري، اجى الفريق الأردني، اجى الفريق الإماراتي، فدائما وين كانوا السوريين موجودين وين كانوا السوريين موجودين دائما كانوا يلتموا علينا. طبعا هي الفكرة بالبداية المسابقة كان ما حدا عاتل هم الفريق السوري أبدا، يعني فاكرين جاي فريق سوري بس شافوا، يمكن جاي فريق سوري من قلب الدمار الخراب،
ما في طب، ما في تعليم، ما في بيئه، ما في نهائي، ما في حياه. هيك هن تماما، ولكن نحن ما عندنا شيء ما في منه، يعني نحن كل شيء مستمر عنا. حتى هن كانوا مفكرين نحن طلاب سوريين، الطلاب السوريين كانوا مفكرين عم يدرسوا بجامعه القاهره، ما كانوا مفكرين جايين من سوريا نحن. فبلشت هي النظره تتغير مع المسابقه، مع المرحله او المباراه الاولى مع الجزائر، بلشت تتغير بشكل اكبر مع المغرب، انقلبت العمليه تماما مع مباراتنا مع مصر. كانت مباراتنا مع مصر بالدور نصف النهائي كانت مباراه يعني قويه جدا. انا بفضل انه الطلاب يحكوا عن المباريات لانه هن اللي خاضوها. نعم اكيد. نحكي شوي عن المباريات اللي خطوها. هلا نحن كنا عم يحكي الدكتور عن مباراة مع مصر، نحن كنا بالادعاء، يعني بالقرعه اجى دورنا انه نحن بدنا نأدي الادعاء. فيعني حسينا كان كفكره مسبقه، تصور مسبق، مثل ما هو معروف عن مصر هي قبله لدارسي القانون يعني طبعا. بشكل عام في كثير طلاب حتى مثلا سوريين او من دول ثانيه بيدرسوا بمصر بياخذوا درجه الدكتوراه، فكان كتصور انه هون نحن يمكن امام اصعب مباراه ممكن تكون خلال هالمنافسه. بس وكنا مرحله المداوله ناطرين النتيجه، يعني انه هيك ان شاء الله نطلع على النهائي، كانت هي اللي بتاهل على النهائي، انه مقتنعين بادائنا. بس بحكم انك موجوده ضمن مصر ولجنه التحكيم مصريه، بس كان في اكيد حياديه طبعا، يعني اللجنه الدوليه مشهوره على ارضها، اللجنه الدوليه يعني المباراه ضمن الحياديه بشكل تام، يعني كانت حتى الفرق بتعبر عنا بارقام مراقبه طبعا، إيه كانت الفرق بتعبر عنا بارقام. هلا بغض النظر انه ممكن تعرفي انت الشخص، بس كانوا عم يحاولوا يضمنوا قدر الامكان انه يكون في حياديه تماما. فطلعت النتيجه نحن كنا الفائزين اكيد ان شاء الله، دائما ان شاء الله. وبالنهائي طلعت بالقرعه انه نحن بدنا نأدي الدفاع، زميلتي هلا طلعت على القرعه مندوبه عنا طلعت الدفاع. فنحن هون لازم نقول انه نحن مثلا اثبتنا قوتنا قدام يمكن اقوى فريق بالادعاء، فاكيد من باب اولى اذا ادينا نفس الدور امام فريق ثاني ما كان هو نحن بتصورنا بهالقوه حنفوز، بس اجينا لا بالدفاع وكنا يعني الحمد لله يعني بنفس القوة بالادعاء وبالدفاع. وهي الميزة يعني في فرق ممكن تكون تماما، ايه في الأصعب تماما، الدفاع موقفه كتير صعب بيكون، الادعاء كل الفرق كانت بترغب ادعاء، اي قرعة بتصير بيختاروا ادعاء. اسهل شيء تقول له لواحد انت غلطان، تماما اكيد صحيح. فكان النهائي بالدفاع هذا كمان حملنا مسؤولية اكبر تماما. بس كمان اثبت ميزة الفريق السوري انه بالفاينل يعني والسيمي فاينل النص نهائي والنهائي كان في قدره كبيره عنده بالادعاء وبالدفاع. في فرق ممكن تكون محضره جانب واحد شاغله عليه وضابطه تمام، يمكن هذا اللي تم الحديث عنه انه كان في سرعه بديهه، كنتوا تاخذوا دور الدفاع وكمان بنفس الوقت تاخذوا دور الادعاء يعني بسرعه كبيره، هذا خلق الابداع عند السوريين تماماً. اكيد نحن صارت تبارك لنا باقي الفرق بالمناسبه قبل ما تعلن النتيجه صح. عرفاني على الاداء نعم. دكتوره رنا، كان دكتوره رنا كان بدك تضيفي شيء؟ تفضلي. كنت حابه اني وجه تحيه بهي المناسبه لمنظمه الهلال الاحمر العربي السوري، شركائنا على الارض، لانه هن كمان عندهم وحده القانون الدولي الانساني اللي هي بتعرف بمبادئ الحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر. ونحييهم، نحيي 12 ألف متطوع ونذكر روح 60 شهيد. أكيد تحية لروح كل شهداء الصليب الأحمر والكل شهداء سوريا على الأرض السورية، من مدنيين من عسكريين، أكيد تحية لأرواحهم ولأبطال جيشنا الجيش العربي السوري اللي بفضلهم نحن قادرين أنه نتواجد بأي مكان. أكيد أكيد صحيح. يعني هلأ حديث رائع كان من الطلاب. رح نرجع لك دكتورة أمل، في نقطة معينة حابة بس نعرفها ونسلط الضوء عليها. القانون الدولي الخاص هو كان مادة الدولي الإنساني الإنساني كان هو مادة اختيارية، شو الدافع بظل هلأ الظروف هي اللي حكمت ليكون أنه هو مادة أساسية؟ الحقيقة أنه هو تطور الفكر القانوني بسوريا. نحن لقينا أنه نحن كنا تأخرنا شوي سواء بمنظومة حقوق الإنسان زمن السلم، يعني قانون حقوق الإنسان تمام. والحريات العامة اللي كان لازم يتطور، فدخل صار بقوة بالمنهج. ومن جهة تانية نحن البعض اللي بنشتغل على القانون الدولي الإنساني اللي بنعرف أهميته الشديدة دفعنا باتجاه أنه أن يصبح مقرراً إلزامياً. أنا بذكر أنه كنا ببعض الحلقات مع الإعلاميين سابقاً خلال الحرب على العراق، كنت
مثلا نحن وعم نحكي مع الإعلاميين يقولوا اجت اي قتلوا المدنيين استخدموهم الصهاينة يعملوا كذا. قلت له يعني في له هذا مصطلح دروع بشرية. تماما شو يعني دروع بشرية؟ اكتشفت انا انه كل مره نحن بنقرب الفكره القانونيه والقاعده القانونيه تماماً. وما يحميه القانون تماما دكتوره. يعني حضرتك عم تحكي عن نقطه مهمه رح نتفصل فيها اكثر وهي المصطلحات والمفاهيم واللي سوريا كانت رائده بتعريفها ابتداء من مفهوم الارهاب وغيره، لكن نحن يبدو انه وصلنا ساعه عم نحكي عن الهواء مع محاضرين هلا تمام الساعه وهو توقيت موجز الاخبار. رح ننتقل سوا لنطلع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه من استوديو الإخبارية مع زميلة علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك سلمى وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستنا الدكتور بشار الجعفري أن أستنا 4 كانت قفزة نوعية بإنجازاتها، شاكرا جهود كازاخستان وروسيا وإيران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في فتح الباب أمام الحل السياسي. انطلاقا من التزام الجمهورية العربية السورية بالحفاظ على حياة الشعب السوري ووقف سفك دمائه، وانطلاقا من استعدادها على الموافقة على كل ما من شأنه أن يساعد على عودة الشعب السوري إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان، بما فيه إعادة تنشيط وتقوية الاقتصاد السوري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب هذه الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا، ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها، فإن الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر، وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون أول ديسمبر 2016. هذا وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا قد وقعت خلال الجلسة العامة لاجتماع أستنا 4 في العاصمة الكازاخية على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر. ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب وإلى الشمال من حمص وفي الغوطة الشرقية التي ينشئها الضامنون وفي جنوب سوريا التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة في سوريا. أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين ممارسات إسرائيل اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين والسوريين والتي تتناقض بشكل صارخ مع أحكام القانون الإنساني الدولي ومع أدنى معايير وحقوق الإنسان. وأضاف المصدر أن الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة لإسرائيل بالعمل على إنقاذ حياة هؤلاء الأسرى وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحقهم. ويواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم 19 على التوالي خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، إضراب الحرية والكرامة، وسط تعنت إسرائيلي بعدم الاستجابة لمطالبهم وإجراءات قمعية تتمثل بالعزل ومنع الأسرى من الزيارات العائلية، فيما تتواصل الهبات والفعاليات والمسيرات الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ودول العالم لإسناد الأسرى والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم.
في خبرنا الأخير، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي إيفان بيلينكوف أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي حول مراقبة تنقلات الدبلوماسيين الروس يظهر أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي لغة سوى بلغة القوة. بيلينكوف قال إنه من البديهي لأولئك الذين ليست لديهم أوهام ما حول شراكة طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن تعترف بلغة القوة حصرا، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يتطلب رد فعل علنيا ولكن ردود فعل الاستخبارات الروسية بإمكانها أن تكون أعلى وأشد. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سلمى. شكرا لك زميلتي علا من استديوهات الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بحلقتنا الخاصة اليوم عن التميز السوري. أكيد سلمى، من سوريا انطلقت إلى العالم شعلة الحضارة الأولى بشتى المجالات، بحيث استحقت هذه الأرض عن جدارة لقب مهد الحضارات المتجذرة فيها من عمر حجارتها. والمجال الحقوقي مثل باقي المجالات اللي تصدر فيه السوري وأخذ مكان الريادة وأهدى العالم قوانين وتشريعات سنها بابنيان الحمصي أول شهيد للعدالة. خلونا نتابع مع بعض. بابنيان الحقوقي السوري الأول أعطى للعالم القوانين التشريعية التي يعمل بها حتى اليوم، ومؤلف لأكثر من 56 مؤلفاً في الحقوق كانت أساس التشريعات الحقوقية العالمية. اسمه الكامل إيميليوس بابينيوس، ولد في العام 142 للميلاد في حمص ودرس الحقوق في بيروت. شغل عدة مناصب هامة في عهد الإمبراطور سيفيريوس زوج حكمة روما لاحقاً جوليا دومنا. قدم بابنيان للعالم تشاريع صيغت لاحقاً قوانينهم، حيث كان ضمن الفقهاء السوريين الخمسة الذين صاغت تشاريعهم 80% من مدونات جوستينيان في القانون، والتي تتألف من 50 كتاباً تضم 2462 فقرة قانونية تعد المصدر الرئيسي الذي استمدت منه الدول الأوروبية الحديثة قوانينها كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. حتى أن بعض المؤرخين يقولون في ذلك في القرن الثالث الميلادي كانت سوريا تعكس على العالم تقاليدها الحقوقية التي تعد مصدر الحقوق. أما حادثة وفاته كانت عندما رفض بابنيان طلب كاراكلا بصوغ رسالة يتلمس فيها الأعذار لجريمته بحق أخيه جيتوس كي يجد مخرجاً لما قام به أمام مجلس الشيوخ، الأمر الذي رفضه بابنيان قائلاً جملته الشهيرة التي ترن في أروقة المحاكم حتى يومنا هذا: إن ارتكاب جريمة قتل أهون من تسويغ هذا القتل. وإلى يومنا هذا في العاصمة الإيطالية روما يتربع تمثال بابنيان أمام دار العدل، كما تحضر هذه الشخصية السورية ضمن موضوع لوحة جدارية معنونة باسمه موجودة اليوم أمام مبنى الكونغرس الأمريكي. ترك أكثر من 56 مؤلفاً في الحقوق كانت أساس التشريعات الحقوقية العالمية. مثل ما سمعنا دكتورة أمل بالتقرير، جملة بابنيان الشهيرة اللي ما زالت تتردد حتى الآن أنه ارتكاب جريمة قتل أهون من تسويغ هذا القتل. وحضرتك كنت عم تحكي قبل ما نروح لموجز الأخبار عن ضرورة المفاهيم وتحديد هذه المفاهيم بوضوح، مثل ماذا تعني دروع بشرية، ماذا يعني إرهاب، وهذا الشيء سوريا كانت رائدة من البداية ومن زمان ومن وقت جنيف. نعم. بداية أساسا تأسيس جنيف والذهاب إلى جنيف أن نعرف الإرهاب قبل حتى ما نصير بهذا الوقت. نحكي عن أهمية المفاهيم الدولية. بالحقيقة دولة القانون تقوم على معرفة الحقوق والواجبات. نعم. صيغة المواطنة تحمل تنقل الإنسان من كونه فرد لكونه مواطن. حتى أقول أنا أمام منظومة مواطنة لازم يكون القانون واضح ويسري على الجميع. هذا مو بس بينطبق على الفرد، يعني أنا الشخص الطبيعي، هذا بينطبق على المؤسسات، على الجماعات وعلى الدول طبعا، وبيصير سلوك لدولة في علاقاتها سواء مع مواطنيها أو في الخارج.
هذا بيكملوا مجموعة كبيرة من فروع القانون، واحد منها هو القانون الدولي الإنساني. اللي حصل أنه يعتقد البعض أنه الحرب هي لعبة قتال بسيطة، أنه استخدموا أسلحة وماتوا الناس وماتوا ملايين، وبسهولة نسمع أنه ومات ملايين من البشر وحصل نزاع دولي أو مسلح دولي أو غير دولي، جريمة حرب جرائم حرب أو مجازر أو غيره. بس نحن غير قادرين تمام كنا نعرف ما هو السلوك المسموح إلى تاريخه. لم تنجح البشرية بتحريم الحرب، ما نجحت وما رح يمشي الحل، لن تنجح لأنه هي الخير والشر وسيلة لغايات أخرى. أحيانا بيكون جوات الإنسان في خير وشر، أحيانا بيغلب. يعني لهيك يمكن مثل ما قلتي دكتورة ما قدرنا لن نستطيع للأسف. طبعا كان في محاولات خلال القرن العشرين ماشي لتحريم الحرب، ما مشي الحال. فالفكرة هي اليوم بالقونني بالحد، أنه نحن كل ما لنا نزيد عدد القواعد وتطبيق هذه القواعد لحماية الضحايا أيا كانوا. أنا دائما بقول كل من يعني نزل عليه الغضب وأصبح في وسط قتال مدنيا كان أم عسكريا بحاجة إلى القانون. حتى بالمالية نحن نحيد هذه الشرائح ونحميها، نضبط حقوقها. طبعا نضبط حقوقها. لما منعلم العسكري كيف يستخدم السلاح نحن منكون عم نحد من ارتكابه للأخطاء إذا ما عرف. ممكن تطلع شيء طايش. طبعا نحن دايما بالإعداد منقول رجال الأمن بس هدول كلهم بدهم عن طريق الحقوقيين تأهيل. عن طريق الإعلاميين، عن طريق صناع القرار يلي من كليات العلوم السياسية بيطلعوا عادة، كلهم هدول بيكونوا جزء من هالمعرفة يلي نحن بدنا نسوقها حتى نغرس فعلا فكرة ثقافة القانون بدولة القانون. تماما دكتورة، شكرا كثير لهذه المعلومات اللي أضاءت عليها، يمكن كتار ما بيعرفوها وتم إلقاء الضوء عليها. رح ننتقل للدكتورة رنا. مثل ما بنعرف دكتورة أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي تعنى بالمساعدات، ولكن ماذا ستفعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر غير الأوساط الأكاديمية؟ بالحقيقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع شراكتها مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري صحيح بتقوم بتقديم السلل الغذائية والمساعدات الطبية وشبكات المياه ودعم المحتاجين بشكل عام من المتضررين من الحرب، ولكن بغية تطبيق القانون الدولي الإنساني. تقوم أيضا بدورات تدريبية بتستهدف الجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني. فبالماضي وحتى هلأ دايما عم بيكون في دورات للقضاة، للدبلوماسيين، لحاملي السلاح، للأوساط الأكاديمية، حتى الإعلاميين الصحفيين. الصحفيين ب 2016 قمنا بأكثر من 6 دورات وتم يعني نقل المعرفة بالقانون الدولي الإنساني لأكثر من 100 صحفي. فإن شاء الله هالمشاريع هاي رح تكبر وتنمى، وبقدر ما بتتعزز ثقافة القانون الدولي الإنساني بقدر ما الإنسانية بتكون قادرة على الاستمرارية، وبيكون في دور فاعل أكثر للجنة الدولية للصليب الأحمر. نعم، يعني مثل ما قلتي دكتورة، يعني في كتير أشياء لابد أن تدرج على قائمة العمل وتصبح مفعلة. كمان بدي أرجع للطلاب مرة تانية وأقول لهم يعني نحن اليوم حكينا كتير كلام هيك كبير وكلام صعب ومفاهيم كتيرة وقانون دولي وجنائي اليوم لبعدين الخطوة القادمة بعد ما تخطيتوا شيء كتير الخطوة القادمة أنه ننقل المعرفة اللي نحن اكتسبناها ولو خلال هاليومين لطلاب كلية الحقوق، نحاول أنه نكتسب الخبرة الأكبر فيما بعد بتطبيق القواعد القانونية على أرض الواقع، لأنه نحن خلال هاليومين قدرنا أنه نتعلم الآلية اللي نحن من خلالها ممكن أنه نسقط القاعدة القانونية على واقع عملي. فنحن بكلية الحقوق دراستنا نظرية تقريباً بحتة، كتير نحن
يعني عندنا كل الأمل بأنه نقدر أنه نحاول نساعد الطلاب ونحاول أنه كمان نحن نزيد معرفتنا بموضوع كيفية تطبيق القواعد القانونية العملية. تماما بشكل عملي. إن طلاب الحقوق يعني بشكل عام يمكن بدها تحكي زميلتي نفس الكلام كانت أنه غالبا هن بدهم يكونوا يعني بشكل أساسي إما محامين عم يترافعوا أمام محاكم دولية أو قضاة بيطبقوا قواعد القانون الدولي الإنساني، أو ممكن يكون في منهم دبلوماسيين بيعملوا مجال حقل القانون الدولي الإنساني، أو ممكن يكونوا خبراء حتى قانونيين يتم الاستعانة فيهم لإبداء رأيهم الاستشاري بالقضايا ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. فهي التجربة أكيد راح يكون لها دور بإرشادهم بشكل مسبق للمهتمين على آلية تطبيق القواعد النظرية على الصعيد العملي اللي هن بالأساس بالمستقبل راح يتجهوا لها، يعني حيكون تدريب مسبق اكيد راح يعزز معرفتهم من ناحيه تحسين ادائهم مستقبلا. نعم. لا تفضلي تفضلي الاء نقاط لازم تزيدها بس بنقولي الاء اللي بتريدي هلا واجبنا هلا مركزه معنا ولا مركزه بالفحص تبع لا واجبنا نتعلم اكثر نزيد المعرفه اكثر نزيد علمنا اكثر قد ما تعلمنا لسه في كثير شغلات ما بنعرفها وما بنا متعلمين لهيك هذا واجبنا بهي الفتره نتعلم اكثر لنقدر ننقل اكثر هذا هو واجبنا بهي الفترة. أكيد شكرا كثير لكم كمان على النجاح يلي عم يقدم حتى لزملائكم من الطلاب. وكمان خلينا نروح مع بعض في كلمات كانت لكم من الشارع السوري للمبدعين اللي مثلكم السوريين. خلونا نتابع مع بعض تقرير مع زميلتنا أريج فرزلي. لازم يتكرموا وكلنا بنقدر جهودهم نفتخر بهالشباب هدول بنكبر فيهم ودائما يعني هي مو جديده دائما الشباب السوري بحقق انجازات كانه بالوطن ولا بخارج الوطن تابعوا المسير بهذا المجال وانه يعملوا شيء مشان يرفعوا مستوى بلد عالي كيف بدنا ندعمهم وكيف بدنا اياهم يستمروا اكثر من هيك ونحن اكيد صامدين رغم كل الظروف اللي صايره بالبلد الشباب السوري معروف يعني وين ما راح بكل وطن العربي بيكون من اميز الشباب ومن اميز الطاقات العامله يعني سواء كانت يد عامله او سواء كانت يعني طاقات فكريه وعلميه فيعني ان شاء الله بيضلوا هيك وبيضلوا رافعين اسم سوريا وين ما راحوا وين ما اجوا الشباب السوري سوريا كانت ورح تضل تنجب اجيال بقدروا شو يعني علم بعرفوا شو يعني علم ورح نبقى من اوائل الناس اللي بتحب التقدم وبتحب الانجاز والتطوير والبحث ونحن وشباب سوريا كلياتنا مع هدول الشباب وبندعمهم وبنقول لهم الله يعطيكم العافيه سوريا انجبتكم ورح تنجب امثالكم شيء كثير عظيم انه انسان رغم هالازمه ورغم الاوضاع وصل لشيء بده اياه وحقق اللي بده اياه لانه هي الازمه اثرت علينا يعني كلنا شو ما كانت اقتصاديا او اجتماعيا بكل شيء يعني حتى منعتنا يمكن انه نكون نحن بنفس النجاح اللي ممكن نكون قبل بس رغم هيك نحن تحدينا كل شيء اللي صار ورغم هيك نحن عملنا شيء حلو والكل العالم بيشهد بهذا الشيء الوطن مو مقصر معهم لا والله مو مقصر معهم جامعات وتجهيزات وأجهزة وكوادر علمية وكل شيء أول شيء اللي احنا نوجه رسالة محبة لهم وشكر برغم هالظروف اللي عم تمر فيها البلد وعم بيمارسوا يعني الجهد اللي عم نزله نحن هون ضمن الأزمة وعم بياخذوا هدايا وعم بيجيبوا لنا عنا كهدايا علمية يعني نحن باسمه كطلاب سوريا كطلاب الداخل بنتشكر لهم كثير بنقول لهم الله يعطيكم 100 عافية ونحن بنكبر فيكم وهالوطن راح يكبر بأبنائنا نحن هذا كله طاقة إيجابية مفعمة بالأمل والحياة أكيد مشاهدينا متابعين حلقتنا الخاصة مع الإبداع السوري دكتورة أمل كنت حابة تضيفي شيء قبل الفاصل قبل التقرير الحقيقة كنا عم نحكي عن المستقبل نحن أملنا بالمستقبل بالنسبة لطلابنا أنه أولا يتابعوا على مستوى التحصيل العلمي بالدكتوراه إيهاب سجال
ألا عم بتحضر حاليا بكره دفاع الماجستير، هلا بعد كم يعني خلال هالشهر بدها تسجل رسالة الدكتوراه، هذا على المستوى الشخصي. إذا انطلقنا أكثر من هيك، نحن بنريد نعمم التجربة على كل الجامعات السورية إن شاء الله. بدنا ذات الاهتمام ورح نشتغل على هاي النقطة. على مستوى القطر نحن بنتمنى إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني بالتشريع السوري، حماية للجميع، حماية للدولة كمؤسسة، حماية للمواطنين، حماية للمقاتلين، للجميع. إن عملية الإدماج تؤدي هي الحقيقة التطبيق الحقيقي للقانون الدولي الإنساني. نعم. شكرا. نعم. يعني دكتورة الشكر موصول لكم، الشكر موصول لكل سوري اليوم ولو ما قدر يكون معنا عبر هاي الشاشة، ولكن هو جندي مشغول في مكان عمله. بدي أشكركم ضيوفنا الكبار بالاسم والكبار بالفعل، أكيد الدكتورة أمل يازجي رئيسة قسم القانون الدولي في جامعة الحقوق، الدكتور محمد، الدكتور أحمد، الدكتور أحمد عمر محاضر في كلية الحقوق. بدي أشكر أيضا الطلاب اللي كانوا متواجدين معنا، إيهاب كسيبة، هلا ديوب، آلاء شيخ الحارة، طلابنا وأبطالنا أيضا. شكراً. بس طلاب دراسات عليا ومحامين أيضا، أنتوا أصبحتوا أبطالنا، أبطال ضفتوا إلى سجل التميز السوري. وأكيد الشكر للدكتورة رنا خاروف المستشارة القانونية للبعثة الإقليمية الدولية، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم عن شكرا. شكرا لك. شكرا لوجودكم اليوم. كان صباحنا غير معكم، كان نكهه غير، كان نكهه الابداع هي الطاغيه على حلقتنا الخاصه والمميزه. نحن بنتشكر حضوركم كثير، وكمان تحيتنا موصوله للرجال الله في الميادين على كافه المساحه والجغرافيا السوريه، رجال الجيش العربي السوري. يسعد صباحكم مره ثانيه. شكرا لحضوركم. يعني سالي اليوم ما حسنا بالحوار ابدا. نختم معكم، ولكن بدنا نقول لكم ولكل مشاهدينا انه لهون حلقتنا الخاصه مع الابداع والتميز السوري بتكون وصلت لنهايتها. اكيد التميز ما بيوقف عند حد معين ولا مجال معين، السوريين اثبتوا انفسهم يوم بعد يوم، ورح يضل اسم سوريا وراياتها العاليه. كل التحيه لابطال الجيش العربي السوري اللي بفضل تضحياته نحن مستمرين باعمالنا وحياتنا. كل التحيه لكم يا صناع وحراس الأمان على الأرض السورية، وتحية لكم أكيد موصولة مشاهدينا، وأكيد لكل الجنود الخفيين خلف الكاميرات وفي غرفة الكنترول. شكرا لكم. أكيد سلمى، وكمان شكرا لك. حلقتنا وصلت لنهايتها اليوم مع الأبداع السوري اللي بيزرع اليقين بالنفس بأنه أكيد بكرة رح يكون أحلى، وقدرات السوريين ما ممكن يحدى أي إرهاب مهما حاول. تحيتنا موصولة بالطبع لرجال الزمان والمكان، أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم. لمتابعة الإعادة لهذه الحلقة الخاصة رح نكون على الساعة 1 بالليل، وفيكم تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. مني ومن جميع كادر الأخبارية السورية تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي. باي باي.